والعطاء. وأنا كثير كثير فخور بوجودي بينكم اليوم في جبل ميدو. ارحب شرفنا شرفك شرف كبير. أنت دوال القلب طب وطبيبة. أنت دوال القلب طب وطبيبة. مدينة مادبة، مدينة الفسيفس. بيت العائلة المسيحي بمكاتبه الثلاث. وحكينا هاي تكون خطوة أولى، فبالتالي واللي ما بده هو الحر بيقدر يوث بس إقرار بسيط في المحكمة الكنسية وبيحكي أنا لما أموت بدي حستي يا ما. وأرشفت ملفات المحكمة ونظام حتى الآن طبعاً ما صار ولا سؤال، وعشان هيك كان مهم إنه نفعل هاي المؤسسة الكنسية يكون إلها دور في الدولة الأردنية، لأنه كتير مهم، لأنه الأردن النظام الهاشمي جلالة الملك هو
على رأس هاي المؤسسة الكنسية، فبالتالي الأردن في عندها مؤسسة. أنا أؤمن إنه الكنيسة هي جزء من الوطن كما الوطن جزء من الكنيسة، ما بنقدر نفصل الكنيسة عن الوطن. فنحن ضمن هاي المنهجية وهاي الرؤية بنعمل، عشان هيك كتير مهم دور الكنيسة حتى يقدر إنه نحافظ على استمرارية الوجود المسيحي من خلال عمل مؤسساتي ببعد قانوني بحوكمة وبناء مؤسسات سليمة بداخل الكنيسة. هذا كان الهدف الرئيسي اللي من أول ما استلمت المطرانية، كان هدفي إنه كلنا نعمل بهذا البعد، إنه نبني مؤسسة قوية في الكنيسة قادرة إنها تساهم في بنيان المجتمع في الأردن، ونقدر إنه نحافظ على وجودنا واستمراريته، لأنه نحن بنتكلم عن وجود 2000 سنة. فبالتالي هون الدور كان مهم، إنه نقدر، عشان هيك اهتمينا زي ما شفتوا إنه يكون في عنا مؤسسات في الكنيسة قوية، إن تكون مبنية على علم، على تخصصات المعنيين، يكون في عنا كمان في نفس الوقت البعد القانوني، إنه نعمل قوانين. يعني هاي كان كتير مهم إنه كل شيء نعمل له قانون، ما يكون مقرون بأشخاص، أنا اليوم موجود بكرة مش موجود، لا، الإشي لازم يستمر. وعشان هيك كنت حريص إنه كل القوانين والأنظمة تمر من المجمع المقدس، يعني بتكون بقرارات من المجمع المقدس بموجب الكنيسة. الكنيسة هي المجمع المقدس، هو أعلى سلطة في الكنيسة، فبالتالي قراراته هي ملزمة للمجتمع، هي ملزمة للمؤسسة الكنسية باستمرار. تاني شيء، من خلال البعد القانوني بهذا الجانب، كونه البطريركية بتمشي على قانون 27 لسنة 58، فهي مؤسسة أردنية، فبالتالي نحن هيك حفظنا بموجب القانون على سلامة الأنظمة والقوانين المتبعة بالكنيسة من خلال تفعيل القانون الأردني كما نص المشرع الأردني فيه. فبالتالي هون بنعمل على بنيان مؤسسات قوية بداخل المجتمع الأردني، لأنه هون ما بدنا ننسى نحن بنتكلم عن كنيسة وطنية محلية، يعني هاي الكنيسة هي بنفس المرتبة مع بموجب القوانين الدولية والكنسية، كنيسة القدس هي مثل الفاتيكان، مثل القسطنطينية، مثل الإسكندرية، مثل إنطاكيا وروسيا. فنحن بنتكلم عن أعرق 5 كنائس، فبالتالي هون منشوف أهمية هاي الكنيسة ببعدها التاريخي الحضاري الوطني. وعشان هيك كان مهم إنه نفعل هاي المؤسسة الكنسية يكون إلها دور في الدولة الأردنية، لأنه كتير مهم، لأنه الأردن النظام الهاشمي جلالة الملك هو على رأس هاي المؤسسة الكنسية، فبالتالي الأردن في عندها مؤسسة قوية اللي هي كنيسة محلية وطنية مش تابعة للخارج. ضيوف الكرام، أولياء الأمور والطلبة، أحباؤنا جميعا، أهلا وسهلا فيكم جميعا. سأتحدث اليوم من القلب. نحيي بطولتنا اليوم في ذكرى معركة الكرامة 21/3/68، ونستذكر بطولة جيشنا الباسل الذي نحن بحاجة في كل لحظة في وقتنا هذا من التحديات الصعبة التي تمر على بلدنا الأردن، أن نستذكر هذه البطولة ونعزز انتمائنا إلى بلدنا في ظل صاحب القيادة جلالة الملك عبد الله حفظه الله. ونحن نحيي ذكرى الكرامة ونعيش هذه الذكرى التي تستحق وقفة عز وافتخار، نضع نموذجا لطلابنا بأن اللحمة المجتمعية هي ضرورية جدا بين جميع أطياف المجتمع، وأن بلدنا الأردن الغالي بحاجة لوقفة
التربويين والشرطة وجميع المسؤولين في بلدنا حتى نكون نموذجاً لهم في وقت غابت النماذج القدوة أمامهم وفي ظل تحديات السوشيال ميديا التي تعصف بهم من كل طيف وتضعهم في مكان لا يعرفون ما هو الصح وما هو الخطأ. اليوم أقيم بكنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في إربد خدمة صلاة المدائح الأخيرة بالأسبوع الخامس من الصوم المقدس. ترأس الخدمة الأب ليونيسيوس حداد كاهن الرعية بمساعدة جوقة الترتيل، وكان في حضور العدد من المشاركين. خدمة مديح العذراء الذي لا يجلس فيها تتلى فيها جميع أبيات المديح للسيد العذراء لأهمية دورها بتحقيق الخلاص لجنس البشر لما ولد منها الإله، وعلى مدار خمس جمع متتالية من الصوم. المدائح مؤلفة من صلاة النوم الصغرى ثم تسع تسبيحات للعذراء ثم المديح. يقوم المديح لترجياً بالدور اللي بتأديه العذراء بالتجسد، فالعذراء هي الصلة بين الله والإنسان بالتجسد، وهون المديح بصير أداة الوصلة الليترجية بين أيام الصوم اللي هي أيام الحزن البهي ويوم الزفاف الإلهي للمؤمن. بتقود ترانيم المديح لطهارة النفس وبتنقل المؤمن من الحزن البهي لفرح الخدر البتولي. بالمديح منتأمل بمحبة وتواضع وطهارة العذراء، ومنعاين بالترانيم صورة العروس الحقيقية اللي مدعوين كلنا للاقتداء بمثلها. وبعد الصلاة الكل توجه لقاعة الكنيسة لتجمعهم لقمة محبة من تحديات أخوية الرعية اللي بتقوم فيها الأخوية بكل سنة، وتحديداً بالمديح الأخير لوالدة الإله.
وأكيد الأخوية كانت مجهزة بكتات أو علب خاصة لحتى ينحط فيها الأكل ويتم توزيعه للعائلات المستورة. أبانا الذي بالسماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الجوهري أعطنا اليوم، واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه، ولا تفتنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أجواء كلها أخوة ومحبة ما بين الكل، اللي دائماً بتحرص الكنيسة والرعية لتوفرها وتكون حاضرة بين الموجودين، لحتى ما ننسى إنه المحبة هي أساس كل تجمع رعوي. من إربد لقناة نورسات، نيفين حداد. تحت رعاية سيادة المطران عطلة حنا رئيس أساقفة سباستيا للروم الأرثوذكس والأب الإقونوموس بولس العلام راعي كنيسة الروم الأرثوذكس وبحضور الأرشمندريت برفيريوس رئيس دير الخضر والأب جورج جاقمان وببركة الأب الأرشمندريت أغناطيوس وبحضور ممثلي المؤسسات الدينية في المحافظة. أقامت شبيبة القديس نيقولاوس الأرثوذكسية البيت جالية أمسية ترانيم فصحية على طريق القيامة أحيتها جوقة القديس جوارجوس للروم الأرثوذكس، وذلك في قاعة جمعية الإحسان الأرثوذكسية العربية البيت جالية بعرافة نخل السراس وبحضور واسع من المؤمنين. حقيقة هذه اللقاءات التي فيها جوقات الترتيل تمجد وتسبح الرب يسوع المسيح الذي نستعد من خلال الصوم الأربعيني المقدس للوصول إلى أسبوع الآلام وإلى القيامة المجيدة، إنما تحمل هذه اللقاءات وهذه الترانيم وهذه التسابيح القيم المسيحية والرسالة المسيحية، وخاصة في هذه الأوقات العصيبة، وهي رسالة أمل ورجاء. نعيش في حالة حرب، نعيش في أوضاع صعبة جدا، هنالك أناس أبرياء يقتلون، ونحن ككنيسة وكمؤمنين دائما نصلي من أجل السلام، من أجل العدالة، من أجل كل إنسان متألم وكل إنسان مظلوم. نحن في طريقنا إلى الآلام، في طريقنا مع الرب يسوع المسيح في مسيرته نحو الجلجلة، نحمل الصليب معه، ومن كان مع الرب يسوع المسيح في آلامه وفي طريقه نحو الجلجلة كان معه أيضا في قيامته وانتصاره على الموت. احنا عايشين اليوم في بيت جالة، في محافظة بيت لحم، في فلسطين الحبيبة المجروحة بأسباب الأوضاع القائمة علينا في مناطق ومحافظات فلسطين العامة من إبادة وقتل وتهجير وتدمير. الكنيسة تستمر في عمل الخير، عمل النشاطات الروحانية، وعمل رفع الصلوات الدعاء من أجل السلام والمحبة، من أجل الأخاء والرحمة على إخوتنا المنتقلين والمفقودين وأيضا المقتولين في كل أنحاء فلسطين والعالم أيضا. بغض النظر عن كل ما جرى ورغم كل الوجع والألم اللي بمر في فلسطين، أصرينا أنه نستمر في رسالة هي رسالة التسبيح لك يا الله، لأنه دائما التسبيح ودلالة على جوهر إيماننا وفحوى كلمات التسبيح تأخذ من المزامير وثم من القداس الإلهي والتقليد الكنسي اللوتورجي. تخللت الأمسية دقيقة صمت وحداد على أرواح الشهداء وصلاة وتراتيل فصحية متنوعة بقيادة المدربة منى زغموت
وإدارة إلين قساسفة، حيث نالت الأمسية إعجاب الحضور. جاء للعالم السيد المسيح ليخبرنا بالسلام وبالمحبة وبالتواضع، وقد صلب السيد المسيح له المجد على الصليب وعانى الآلام، وها نحن الآن يعاني أبناء شعبنا الفلسطيني المعاناة الكبرى وأمام صمت العالم وعدم تدخله لوقف المجازر على أبناء شعبنا في غزة وفي الضفة الغربية وفي كافة أرجاء الوطن العربي. نعيش آلام المسيح، نعيش الصيام المبارك، وقد اقترب أسبوع الآلام وما زال العالم ينظر بصمت رهيب دون أي تدخل لوقف هذه المجازر اليومية التي يعاني منها أبناء شعبنا. ندعو العالم للتدخل الفوري من أجل إرسال صوتنا وإيصال صوتنا إلى العالم لإيقاف هذه الحرب والمجازر على أبناء شعبنا الفلسطيني الذي يعاني القصف والدمار. كما تم تكريم المطران عطلة حنا في نهاية الأمسية الفصحية وأخذ صور تذكارية مع الكهنة والجوقة. خدمتك للكنيسة، هذا الدرع من إدارة الشبيبة حتى يكون ذكرى مستمرة بأننا في بيت جال. للنورسات مارلين الحدوة من جمعية الإحسان الأرثوذكسية العربية البيتجالية. كل عام وانتم بخير. بخير، شكرا. انا سعيد بالهائلة. الله يخليك، يطول عمرك. يعني بداياتك في الزرقاء في الكنيسة صحيح، وبتحوم وبتطوف بتتجول وناجح. الرب نحن نركز الان في هذا الجيل عندما نتحدث عن الموسيقى في الكنيسة، نحن نتحدث عن فرح. الآن أبونا يعني أستاذ طعمة، نحن نرى الكثير من المحاولات، في ناس بيحاولوا بيحكوا بيرنموا، ولكن بأذنك الموسيقية وأنت المحترف قائد أوركسترا وسجلتم إنجازات موسيقية نحن نفخر بها وبك، لأنك أنت مهندس هذا وصاحب هذه المبادرة. السؤال، شو الفرق بين الأداء الطربي والأداء الترنيم؟ لأنه في حتى بعض الكهنة برتلوا، بتسمعهم عم برتلوا، صوتهم جميل ولكن ما فيها
روح الترتيل، فيها روح الطربي، في فرق من هون. إذا عم تسأل عن نحكي أكثر على الطقس البيزنطي فرضا ولا نعم. بشكل عام يعني حتى أنا لا أستطيع، أنا لأني بيزنطي بعرف أكيد وأنا كمان، ولكن حتى أنا أحكي الأمانة ما برتل البيزنطي كما هو، حتى أنا بحكيها بصراحة. وحكيك صحيح يعني بجوز معظم الآباء أو المرتلين وأصواتهم جميلة جدا جدا، بس قلة من يرتل الطريقة البيزنطية الحقيقية. أنا بقول السبب أنه يعني تنشئتنا البيزنطية ما كانت يعني كافية على الأصول. بالضبط بالضبط. وعندك كمان المجتمع له دور، يعني أنت صوتك حلو بتصير تفكر أنا لازم أعرب هنا، أزيد الطبقة هون، خات أعليها هون، بتصير تنسى أنك عم بتصلي. أحكيها بصراحة يعني نعم. وبتروح على الاستعراض. شكرا. بتروح على الاستعراض. يعني أنا من حقي كمؤمن أكون في الكنيسة أن أسمع المرتل بغض النظر إيش خلفيته، أن يكون هذا المرتل المرنم مسبحا لله ويقدم هذه الموهبة نعم. التي أعطيت بهذه الحنجرة نعم. وزن أن يعطيها الوزن حتى تحمل الصلاة. أنت وسط هذا الجو في تحدي أمامكم صحيح صحيح، شو كيف ترون مثل هذه الظاهرة، كيف ممكن نقومها؟ يعني أنت عم تحكي لي عن مسيرة كنت حريص جدا أن تنتقل من السماعي إلى العلمي صحيح بطريقة علمية، وهذا الإنجاز يشهد لهذا النجاح الباهر صحيح. كيف يمكن أن ننتقل يعني إلى احتراف المرتل بالدرجة التي تجعله يرتل روحيا، يرتل الصلاة؟ هلأ أول شيء هي البيئة. البيئة نعم. نبلش من هنا. يعني مش البيئة مش فقط البيت، البيئة هي نفسها الكنيسة اللي بتستقطب هالشباب أو الأطفال نعم. وتعلمهم على الموسيقى. يعني أنا بقول أنا تعلمت موسيقى على كبر، تخيل أنا لو تعلمتها كمان على صغر فإذا أنت أخذت شباب صبايا صغار بلشت تعليمهم على البصلتي كفرضا بنحكي على بيزنطي أو النوت نعم. الغربية زي ما بنحكي على الكنيسة نعم. فرضا تستخدم الموسيقى الغربية، أنت بتنجز. فإذا بتسقط أنت هذا الحكي مثلا مقارنة مع بلاد أخرى، يعني نحكي بلاد الغربية بشكل خاص مثلا تشعر يعني إحنا عفوا هنا بندور على العازف دوارة بالعربي بالعامية، في عندنا نقص بالعازفين، في عندي عازفين مش موجودين بالأردن، بعض الآلات بتلاقيش منها واحد تخيل. نعم نعم للأسف. فبالتالي بينما في بلاد تانية يعني انت بتمشي عفوا بالشارع بتلاقي العازفين يمين وشمال عم بيعزفوا، طلعت نعم. وشفت نعم. فاذا النقطة الاولى هي البيئة. اذا انا بلشت احتوي هالشباب واعلمهم على الاصول انت تأكد انك رح تاخذ جيل اعلى. كان بده بحدود أكثر وبده كمان شرح، وممكن بده كمان أبونا محاضرات عن هذا المحتوى الجميل. لكن هو مظبوط موضوع لاهوتي لكن جدير بالإنسان المؤمن معرفة هذه الأمور المهمة في هذا الكتاب، فهذا كتاب جدا رائع وأنا بنصح الكل يعني اللي عنده. أبونا إذا بدنا نرجع هلا نحكي عن حلقتنا اليوم عن الإرادة الإلهية، وأيضا كمان في مقالتك عن الإرادة الإلهية استوقفني عدة أمور. أولا بدي أحكي بخصوص
المقالة اللي أنت كتبتها عن إرادة الآب وإرادة الإبن، وهي إرادة واحدة، ولكن اللي استوقفني أيضا أن إرادة الله كانت مختلفة عن ما نحن نفهمه، عن أنه إرادة الله أنه تجسد السيد المسيح لكي يخلصنا من الخطيئة، ولكن أنت فصلت أن إرادة الله منذ بدء الخليقة في هو توحيد الإنسان بالله، بالله وألوهية الإنسان. نعم. يعني أنه يجعل الإنسان كشبيه في الله في طبيعته الإلهية كإنسان، وهذه عملية التجسد. يعني هلأ أنت تشرح لنا إياها بتفصيل، بس هذا ما فهمته، وأن الخطيئة جاءت خلال هذه الخطة، وجاء يسوع المسيح أيضا، يعني كأنها تاسك أو كأنها فعل مرافق لا، هي الفعل الأول إرادة الله الأصلية هي في تأليه الإنسان. صحيح. وخلصنا من الخطيئة، جاء بالمرحلة من صحيح. خلال هاي، بديش مرحلة تانية أو إرادة صحيح. تانية، هي إرادة واحدة، لكن أيضا جاءت مثل ما تقول بالطريق. صحيح. من وراء خطيئة الإنسان. علاقة الله مع البشرية هي علاقة إرادية، وعلاقة بالواقع هي أعلى من أن تكون علاقة عدلية، هي علاقة أب مع أبنائه. نعم. بالتالي ربنا علمنا الصلاة الربية أن نقول أبانا الذي في السماوات. نعم. فالعلاقة الله مع الإنسان هي ليست علاقة عدلية. نعم. يعني أخطأ الإنسان، مشان هيك في تساؤل اللي موجود عند الناس عند البشر، أوف لهالدرجة خطيئة آدم كانت كبيرة، يعني وربنا أراد أن ينتقم وحط الإنسان في جهنم أو في الأرض أو في العذابات وشيء من هالنوع، وكأن الله القاسي، الله أب. نعم. فبالتالي إذا نظرنا لماذا خلق الله الإنسان، لأن الله محبة، والمحبة هي دائما فيها فاعل وفيها مفعول به، فمحبة الله هو الله الفاعل والإنسان والمخلوقات هي المفعول به. نعم. وبالتالي الله خلق الإنسان على صورته ومثاله، وهذا الأساس. أنا رح أدخل على موضوع خاص فيك، موضوع البقرات الحمر اللي طلب منك أنه تفسير هذا الموضوع من الديوان الملكي. نعم. وأنت أنهيت التفسير. نعم. وبعدت الرسالة. البقرة الحمراء هي بقرة واحدة وليست عدة بقرات، لأنه قالوا خمسة هن، يعني هذا بالإعلام يقولوا اللي بدهم إياه. نعم. لكن نحن نعتمد الكتاب المقدس. نعم. يعني بالدرجة الأولى نحن شيء يعني خارج الكتاب المقدس لا نؤمن به بالنسبة للعقائد، إذا ما إله يعني إذا شيء يعارض الكتاب المقدس نحن لا نؤمن به، لأنهم نسبوا للعهد القديم. الكتاب المقدس هي هذه البقرة الحمراء، هي مذكورة في عدد 19. نعم. في سفر العدد 19. نعم. وهذه موجودة بالله كلم موسى وهارون مع بعضهم البعض. نعم. وكلم موسى وهارون مع بعض ليش؟ لأنه موسى كان كليم الله، فيرمز إلى كال الله اللوغوس، هو كلمة الله. نعم. وهارون يرمز إلى كهنوت الله. نعم. المتجسد. بالتالي لما هذه البقرة الحمراء اللي بتجيب بقرة حمراء موجودة من الشعب، هذه البقرة الحمراء بتذبحها، واللي بخدها بتذبحها هو ابن هارون اللي هو إليعازر. نعم. بالتالي هي ليس لها أي علاقة في بناء الهيكل ولا في الهيكل مطلقا. نعم. هي لها علاقة في خيمة الاشتراع. نعم. لأنه 1350 سنة لم يكن مبني الهيكل. نعم. ولم يكن مبني الهيكل على أيام موسى ولا على أيام هارون. صح. فكانت خيمة الاشتراع، وهي حدثت مرة واحدة في الزمن. نعم. وشو المرة واحدة في الزمن؟ لأنه الشعب الإسرائيلي المضبوط
نتيجة الموت الهائل اللي تعرض له نتيجة لدغات الحياة. نعم. في الصحراء، والله أعطاهم الحية النحاسية وقتها لموسى لينظر إلى الحية. نعم. يبرأ من لسعة الحياة، فكلهم دفنوا أمواتهم، فدفن الميت يعتبر نجاسة، لمس الميت يعتبر نجاسة. نعم. هذا كان له هذا الشيء، بالتالي قال لهم بتذبحوا البقرة الحمراء وبتحرقوها وهيك بتخلطوا رمادها مع المي وبتنضحوا بها وبالتالي بتطهروا. نعم. الرماد هو رماد الدم والبقرة. نعم. الحمراء، والماء يرمز إلى ماء المعمودية، فمشان هيك المسيح على الصليب خرج من جنبه دم وماء. وبالتالي هذه كانت مرة واحدة وذبيحة مرة واحدة للتطهير في العهد القديم، ولن تتكرر ولم تتكرر.